لنقاش تفاصيل الملف السوري ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية رئيس مركز إدراك للدراسات باسل حفار. أهلا بكم سيدي. أهلا بكم. كيف يفسر تكثيف قصف الطيران الروسي للمدنيين في إدلب؟ يعني الحقيقة هذا التصعيد هو نتيجة كانت متوقعة نتيجة انهيار أو فشل اتفاق أستانا الدولة الأخيرة من اتفاق أستانا الأخير. هذا التصعيد بدأ مع بدء المؤتمر أستانا ثم زاد كثيرا مع انتهاء الجولة. يتوقع يعني رغم المناشدات ورغم الدعوات ورغم التقارير التي ظهرت من المؤسسات الإغاثية والإنسانية ورغم الأعداد الكبيرة للضحايا والأعداد الأكبر للضحايا التي يتوقع حدوثها إن استمر هذا التصعيد، لكن يبدو أنه الطيران الروسي والنظام مستمرون في عملية التصعيد نتيجة مؤشرات مهمة أهمها الحشود التي يحركها النظام باتجاه ريف حما بالذات. وبالتالي يتوقع أن المعركة بالذات في طرف منطقة ريف حما أن يعني تستمر لوقت أطول. نعم، كانت مجلة فورين بوليسي الأمريكية كشفت عن أطماع روسية في سوريا، برأيك كيف سينعكس ذلك على اتفاق المناطق الآمنة؟ عفوا لم أسمع سؤال جيدا. كانت مجلة فورين بوليسي الأمريكية تحدثت عن مصالح روسية في سوريا، كيف ستنعكس هذه المصالح الروسية على التصعيد الذي تشهده حماة وإدلب أيضا؟ وفي إطار مناطق تصعيد خفض التصعيد والتوتر. المناطق المصالح الروسية في سوريا لا تتعلق بمنطقة إدلب وريف حما. المصالح الروسية في سوريا معظمها مرتبطة بالساحل السوري أو مرتبطة بمنظومات اقتصادية تتحكم بمنظومة الاقتصاد الخاص بالمجتمع الذي يسيطر عليه النظام. أما المناطق الأخرى هذه ليست مصالح روسية بقدر ما هي رغبة لدى الروس والإيرانيين والنظام الذي يدعمونه بإعادة سيطرة النظام إلى هذه المناطق كنوع من قصد السيطرة، إظهار القوة وإعلان نوع من الانتصار على الطرف الآخر. في المقابل هناك يعني تحالفات معينة نشأت خلال الفترة الماضية مع تركيا مع دول أخرى، هناك تدخلات من أوروبا من الولايات المتحدة، والروس يرغبون أن يظهروا أن لا شيء يمكن أن يوقفهم أو أنهم قادرون على المضي في وجهة نظرهم مهما كلف الأمر. اليوم هناك حوالي 4 مليون سوري في المناطق هذه التي يتم قصفها في إدلب وحماة، مهددون مدنيين، مهددون بحملات عسكرية واسعة، مهددون بالإبادة وما إلى ذلك. وهناك أيضا مجموعة من التحالفات التي نشأت خلال الفترة الماضية والتي ضمنت وقف إطلاق نار أو ضمنت نوعا من الهدوء النسبي في هذه المنطقة هي تنهار بالكامل الآن، وهو ينذر ب عودة الوضع في سوريا إلى المربع الأول، مربع المواجهة الشاملة، وهو ما سينذر بيعني حرب مفتوحة مرة أخرى ربما تستمر لسنوات. تتحدث عن حلب مفتوحة، هل يعني ذلك أن نفس سيناريو حلب سيتكرر مجددا في إدلب تحديدا؟ طبعا سيناريو حلب وارد أن يتكرر في إدلب، وسيناريو المواجهة أيضا وارد أن يتكرر، يعني بمعنى أن تشتعل من جديد العديد من الجبهات في أكثر من منطقة وأن تحدث مواجهة واسعة على ونقاط اشتباك على طول خطوط المواجهة. هذا يتضمن قتلى بالعشرات والمئات يوميا، يتضمن حجم كبير من الدمار بين في كلا الطرفين. الى اي مدى تظن ان القصف الروسي على ادلب سيسفر عن تقاسم النفوذ على الاستثمارات فيما بينها وتحديدا الجانبين الروسي الايراني المشاركين في ضمان خفض التصعيد والمشاركين ايضا في القصف؟ خلال الفترة الماضية الروس حجموا إلى حد ما من الوجود الإيراني عند نقاط الاشتباك في إدلب وحماة، واتجه الإيرانيون أو حاول الإيرانيون التمركز أكثر في مناطق مثل محيط دمشق والجولان وجنوب سوريا يعني درعا والمناطق الأخرى. الآن اليوم معظم نقاط الاشتباك التي يتم خوضها أو معظم نقاط الاشتباك والحرب التي تحصل هي إما من خلال طلعات جوية يؤديها الروس على المناطق مثل إدلب وحماة أو اشتباكات مباشرة مع النظام أو اشتباكات بين الجيش الوطني وبين الميليشيات الكردية. هناك اشتباكات صغيرة تحدث مع مجموعات إيرانية من طرف خان العسل أو غيرها لكنها ليست الأكبر، وبالتالي الطرف الإيراني ليس حاضرا إلى الآن على الأقل في هذه الاشتباكات بشكل مباشر أو بشكل كبير، بينما تحضر ميليشيات أخرى تابعة للنظام والميليشيات الكردية. أما بالنسبة لتقاسم المصالح
او تقاسم البنى الاقتصاديه، المنظومه الاقتصاديه. ايضا هناك تنافس بين الروس وبين الايرانيين على هذا الجانب. مثلا الروس اعربوا عن امتعاضهم من مساله وجود مساله تسليم ميناء طرطوس للايرانيين بدون علمهم. ايضا هناك مشكله على قضايا مثل شركات الاتصالات، خطوط الخط الجديد الذي يفتح الطريق بين العراق ولبنان مرورا بسوريا، وغيرها كلها ملفات اشكاليه بين الروس والايرانيين. شكرا جزيلا لك رئيس مركز إدراك لدراسات بس الحفار، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.